ايه عملت ايه يا بنتي؟ للاسف يا عمي الوقت فات. يعني ايه؟ الوزير رفض الاستثناءات واعتبر المستشفى مستشفى خاص، وعشان كده رفض يديله استثناء، والاجهزه صدرت لعدم دفع رسومها الجمركيه. مش ممكن، ازاي ده يحصل؟ للاسف هو ده اللي حصل، وما كانش قدامي غير اني اكتب طلب للوزير واطلب فيه ان الحكومه تتبرع لنا بالاجهزه للمستشفى. تتبرع لنا؟ الحكومة تتبرع لنا بالأجهزة اللي احنا اشتريناها بفلوسنا؟ هو ده الحل الوحيد. وتفتكر الحل ده يعني ممكن يرجع الأجهزة تاني؟ مش عارفة، أنا مش قادرة أفكر في أي حاجة، أنا حاسة إن دماغي هتنفجر. ده بدل ما تقولي ماما ميرسي تقوم تتريق عليها. مامتك دي هتودينا في داهية. الست والدتك غلطانة يا دلال. غلطانة؟ غلطانة عشان بتشوف مصلحتي؟ ما تجيب لنا الكلام، ما بقتش قادر ادافع عن اي حاجه، كل ما افتح بوقي يقولوا لي دلال مراتك هي المستفيده، يعني انت بقيتي نقطه ضعفي. صباح الخير يا باشمهندس. اهلا يا هنيدي. ما ادريتش المصيبه اللي هتحصل. مصيبه ايه؟ البنك يا اخويا جاي يحجز على المحصول. ولا مين اللي قال الكلام ده؟ انا قابلت الراجل بتاع البنك وهو اللي قال لي بنت شفيته. بنتك انت اللي شفيته؟ بنت ايه؟ بقول لك بنت شفيته ببقه يعني. هي بنت شفيته بقك؟ ايه في ايه يا ولد؟ ويا ترى المحصول هيسمح اننا ندفع نصه؟ اعتقد انه بشيء من الحكمه في الاستهلاك النص الباقي ممكن يكفي المدينه وزياده كمان. الحمد لله، ادي اول دين ما نحترش فيه. ده اللي خططنا له صح. اعتقد ان بعد كده مفيش اي مشكله بقى في تسديد دين البنك حسب شروط العقد. يعني نقدر نشيل المحصول من بكره؟ طبعا، المخازن مليان. ايه 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 يا هنيدي؟ في ايه مالك؟ ايه الحقيقة يا استاذ زغلول؟ ايه اتكلم انت؟ الناس جريت على الدكاكين زي المسعير، كل واحد بيشتري اللي يقدر يشتري. ايه عملتوا ايه؟ الحمد لله قدرنا نمنع الكارثه. يا ساتر، ايه اللي جرى للناس؟ زي ما تكون احنا لو كنا اتاخرنا ثانيه واحده ما حدش كان عارف ايه اللي ممكن يحصل، كانوا هيولعوا البلد كلها. ما هو ده اللي كنت خايف منه وعامل حسابه. الناس بتبقى عامله زي المجانين لما حد يقرب من اكلها او شربها. ايه اللي خلى الناس تهجم كده زي المجانين؟ الاشاعه اللي مشيت في البلد ان البنك هيحجز على المحصول. اه طب والناس صدقت الاشاعه؟ ما هي غلطتكم. ازاي تاخدوا قرض بضمان المحاصيل الزراعيه والانتاج الحيواني؟ ما هو ما كانش في حل قدامنا غير كده. حتى لو البنك خد نص المحصول اللي فاضل كان هيكفي بشيء من التدبير، وده اللي خلانا ناخد القرض. بالظبط كده، احنا حاسبينها كويسه يا جميل بيه. امال ايه اللي خلى الناس تعمل كده؟ للاسف عدم الوعي هو اللي خلى الناس تعمل كده. المفروض ان الناس دي تفهم ظروف المدينه ويساعدونا، مش يتفقوا ضدنا. يا راجل، ده انجلترا خرجت من الحرب العالميه الثانيه منتصره على المانيا، ومع ذلك الناس فضلت سنه بحالها واقفه في طوابير ملهاش اول ولا اخر، عشان كل واحد ياخد بيضه واحده في الاسبوع. مفيش حد منهم لا اشتكى ولا خرب ولا دمر. انا مش عارف احنا بنفكر بالطريقه دي ازاي. الناس بتسمع اي حاجه وتمشي وراها، تصدق الاشاعه وتمشي وراها، بترفض تسمع الحقيقه. عصام حاول يقنعهم ان المحصول نصه بس هو اللي هيكفي. مرضوش يهدوا الا لما اقنعتهم ان البنك مش هي... طب وبعدين احنا لازم نتصرف. مندوب البنك ماشي على اساس ان احنا هنسدد الجزء المستحق من القرض. معنى كده ان احنا لازم نسدد الجزء ده في اقرب وقت، والا هيحجزوا على محصول، يعني لازم ندبر 100,000 جنيه في اقرب فرصه. افتكر يا جماعه ان المساله دي من اختصاص اللجنه، وافتكر احنا لازم نستدعيها للاجتماع فورا. ايه ده بس عصام؟ اهدى ازاي بس يا شريف، اهدى ازاي؟ طب لو البنك ما خدش المحصول هنسدد القرض ازاي؟ ما هي اللجنه مجتمعه عشان كده. واللجنه هتعمل ايه؟ هتضرب الارض تطلع فلوس؟ يا عالم يا هو، والله المحصول يكفي. يا عصام المساله مش المحصول يكفي ولا لا، مسألة إن الناس صدقت الإشاعات وبترفض تسمع الحقيقة. ليه؟ ما يسمعوش ليه؟ نفترض إن مصلحتنا ومصلحة المدينة تقتضي إن إحنا نبيع تلات أرباع المحصول علشان نسدد القرض. الناس ما تستحملش ليه؟ هو القرض ده كان عشان مين؟ مش عشانهم؟ أنا مش فاهم الناس مش عايزة تستحمل ليه؟ لما هما ما يستحملوش مين اللي هيستحمل؟ بقى لهم ساعتين مجتمعين. المهم يوصلوا القرار. الظاهر إنه مفيش غير قرار واحد بس.
ان احنا ناخد قرض تاني علشان نسدد القرض الاولاني، وبعدين ناخد قرض تالت علشان نسدد بيه القرض التاني، لغايه اما فوائد القروض تزيد عن القرض الاصلي. ما تبقاش متشائم كده. للاسف يا شريف، لان الناس خذلونا، تخلوا عننا، المفروض انهم يقفوا جنبنا. كل واحد بدا يفكر بمنطق الانا، يقول لك انا وبعد الطوفان. انا مش فاهم الناس بتفكر كده ليه، الناس عمرها ما كانت كده ابدا. عارف يا عصام، كان في مره ببلدنا راجل عجوز يدوب كل اللي حيلته نص فدان، وكانت ارضه في اخر البلد وبعيده عن الترعه، ما كانش بيقدر يحول لها ميه عشان يرويها ويزرعها. الناس تعمل ايه؟ الناس اللي حواليه فكرت انهم يعملوا قناية صغيره توصل له الميه من الترعه البعيده دي لغايه ارضه، وفعلا عملوا كده رغم ان القناة دي خسرت جزء من اراضيهم. لكن الناس هنا ما فكروش بمنطق الانا وبس، فكروا بمنطق احنا كلنا. ايه عملتوا ايه؟ قرار واحد بس. هنا نبيع دار المسنين ونسدد من ثمنها قرض البنك. معقول بعد كل اللي عملناه نبيع دار المسنين؟ واللجنة اللي اخترناها علشان دار المسنين هي اللي تبيعه؟ وهي اللجنة كان قدامها حل غير كده يا عصام؟ طبعا كانت تنزل للناس تقنعهم بالصح. اللجنة مع الأسف اختارت الحل السهل، مع ان هو في نفس الوقت الحل الصعب. مش عارف، كل ما هنزنق في قرض بقى هنفضل نبيع لغاية ما نلاقيش حاجة في الآخر نبيعها غير نفسنا، وساعتها مش هبقى لنا تمن. أرجوك تهدى يا عصام. أهدى إزاي بس يا دكتورة، وأنا شايف اللي بيحصل قدامي ده. ما كانش المفروض تعملوا قروض على المحصول. وليه لأ؟ عشان الناس. الناس؟ أيوة يا عصام، الإنسان بطبيعته خواف، وأول حاجة بيخاف عليها هي لقمة العيش، ولما بيحس إن حد هيقرب منها بيبقى زي المجنون، وساعتها بيفكرش بعقله. فعلا ده اللي حصل. الناس أول ما حست بالأزمة بدأوا يشتروا كل حاجة، لدرجة إن الفرن ما عادش فيه رغيف عيش واحد. لا يا حبيبي ما تخافش، أنا اشتريت آخر 100 رغيف كانوا في الفرن. مالك يا بابا؟ لا يا بنتي مفيش. معلش يا بابا، برضو الناس معذورة. فعلا يا هبة، احنا لومنا الناس من غير ما نحط نفسنا مكانها. معقولة هتقعدوا تكلموا كده للصبح ولا ايه؟ قومي يا هبة حبيبتي، قومي حضري العشاء. وانت يا نوال قومي اعملي لبابا السلطة بايديك الحلوين، هتلاقي الخيار والطماطم في القفصات بتاعتهم تحت السرير. اه اصل الشقة اتملت، مفيش مكان احط فيه القفصات والكرتونات الا تحت السرير. معقولة قفصات؟ جبتي الحاجة في قفاص يا سميرة؟ امال ايه يا زغلول، كنت عايزه استنى لما الاقيش حاجه خالص. انا نزلت على السوق لقيت الناس عماله تشتري من كل حاجه، قلت الحق نفسي، اشتريت كله في قفصات وكرتونات وجبتهم، ما لقيتش مكان اشيلهم فيه غير تحت السرير. ده انا حتى ما عتقتش الخرشوف، جبت 20 خرشوفايه. ايوه يا ماما، بس ما حدش فينا بياكل الخرشوف. مش مهم يا حبيبتي تاكلوه، المهم يبقى موجود في البيت. ده الناس عاملين زي السعرانين. الله، ايش معنى انا؟ اما النهارده كان حته شم يا سماره، انما ايه ما حصلش قبل كده. وانا بقى بعتلك نص البضاعه اللي كانت في المخزن. انا كمان لما لقيت زحمه على السوبر ماركت بالشكل ده رحت مزوده الاسعار 15%. يعني كسبنا كتير 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 وكتير وكتير يا سماره، ده احنا كسبنا النهارده مكسب شهر بحاله. الله، خدي دول يا سماره، خدي. ايه دول؟ دول 20 جنيه علشانك، حق تعبك النهارده. علشاني؟ ملوش لزوم. ايه اللي ملوش لزوم ده يا سماره؟ الخير كتير والمكسب كتير. بس على فكرة، نعم، انا نازلة مصر بكرة وعاوز اخدك معايا. انا مصر ليه؟ هتسوق شوية للسوبر ماركت، وعاوز اعرفك على التجار اللي انا بتسوق منهم. ما انا خلاص هعتمد عليكي من هنا ورايح مصر. تعالى يا هنيدي شوف مراتك اللي هتعتمد عليها نازلة مصر. عجب. ايه؟ عشا طيب خلاص يا ودل، انت السعر عشا لا حجيب لجنتك البلش دم. عشا سد نفسي. لا هيسد نفسه احسن برضه. بقولك ايه؟ ايه
حط لي شويه طبيخ رغيف. ماشي حاضر. ايه دي؟ دي حته لحمه فرخي عشان الواد ياكل. ياكل ايه؟ انت عايزها تاكلي لحمه فراخ؟ ده ما كانش بياكلها وهو بيض، ما عايزاه ياكلها هنا. ده كان السعر. بالك لو كان من هي يلبدلينها قدام باب الاوضه ليل نهار. الصنف ده انا عارفه كويس، ده واد دني. يخرب منك؟ ايه يا واد انت انسعرت؟ اديها له حرام عليك خليه ياكل الماء. طيب اديها له، واد ادعي لنا دعوه كويسه. بالك يا سماره اهل البلد عندنا بيقولوا ان الواد ده لسانه مبروك ودعوته مستجابه ولسانه حيل. هنادي بطل رغي يا اخويا، ودي اكل الواد جعان حرام عليك، وبقى تعالى كمل براحتك. الا يعني هو حجر له ايه؟ هياخدوه مخالفه مرور؟ ده الواد ده حتى لسه ما علقش النمر. قوم يا اخويا قوم. وادي يا زكي. وادي يا زكي يا نبي. الا واد يا زكي اطلع يا ولا. هلا مش هنا انت يا ولا. ياض اللوط رمى نفسه من السطوح ولا ايه؟ ياض تعالى كل دي لحمه فراخ، لو عمده بلدنا كان منها كان ينام سطيح. هلا واد يا زكي راح فين دي؟ زكي لا مش هنا. خلاص بقى انا عملت اللي علي، اخسرها في السنكوتش دي اقلاني. يا بيت ابويا معزتك يا شفت منه غير يا بيت ابويا روح. لا 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 ما تقلقيش يا ام زكي، زكي دي هيبقى في عينيا الاثنين، ده هو اخوي وانا اخوه، يبقى احنا الاثنين اخوات. هو كده بما ان اذا انا كنت هجيب المغلط ده يا وزت في ايدي وقالت لي معلش يعني ايه دي؟ خد معاك زكي ابو الهويه وجاي هنا تشتكي. لا خلاص 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 مش هشتكي مش هشتكي حقك عليا. ايه يا بابا مالك عامل في روحك كده ليه بس؟ إيه انت تعبان عيان حاسس بحاجه؟ طب مش هتقوم تتعشى؟ انت حتى ما اتغديتش. مالك في ايه؟ حد مزعلك؟ سميره زعلتك؟ البنات زعلوك؟ بابا في حاجة أنت عاوز تقولها؟ قولها. أنت بتعيط؟ بتعيط يا بابا؟ أنتوا مش خدتوا الأرض خلاص؟ عاوزين مني إيه تاني؟ على فكرة يا سمارة انا هنزل بكره مصر. مصر تعمل ايه؟ اصلهم هيبيعوا البيت بتاع العجزه، ولما جم يبيعوه احتاجوا لي فهرجع لهم تاني. صحيح يا هنادي؟ ايوه صحيح، ويكون في علم العموله بتاعتي ماشيه زي ما هي، يعني هقبض مبلغ كويس وساعتها هتشبرق. تتشبرق يعني ايه يا واد؟ ما تخافيش عليا، انا ما حدش يرضى بيا. انا هاخد الفلوس دي كلها وعارفه هشتري لك ايه من هناك. تشتري لي؟ تشتري لي ايه يا هناد؟ تشتري لي ايه يا جوزي يا حبيبي يا حلو يا مسمسم انت؟ تشتري لي ايه؟ تلفزيون ملون بالوان المي. صحيح يا هنادي؟ وفيديو كمان. لا انت جرى لك حاجه،
فيديو بجد؟ ايوه بجد، انا احب الجد وكلامي كله جد. يا حلاوه، فيديو 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 كده زي بتاع ابويا العمده؟ لا، بتاع ابوك العمده ده ايه؟ الفيديو بتاع العمده بزراير ولازما يدوسوا عليه. انا هجيب لك واحد تاتش وب 200 كنترول. يا حلاوه يا حلاوه، وهنتفرج بقى فيه على افلام الكرتون. افلام؟ لا، هاني هشتري الفيديو عشان نتفرج فيه على افلام. انت عايزانا نقلد بتوع البندر؟ امال هتشتري الفيديو ليه؟ عشان نتفرج على افلام. امال هما جايبين الفيديو ليه عياقه؟ على فكر ايه؟ على فكره يا هو. جرى ايه يا عيون هو؟ هقول لك حاجه يا هدود. يا يمامه قلبي من جوه، قولي. انا هقول لك على حاجه زير. قولي. انا كمان نازله مصر. اه، نازله مصر؟ ايوه نازله مصر، نازله مع قابلتي دلال. هي قالت لي لازم تنزلي معايا لما اشتري البضاعه من مصر. ده لا يمكن ابدا. هنادي، انا بقول لك لا يمكن، مش ممكن مراتي تنزل مصر ابدا. انا راجل. هنادي. خلاص. اني صباح الخير يا بدر. يا صباح النور، يا صباح النور على البنور. اهلا وسهلا. اخبار الشغل ايه؟ الشغل ماشي عالي العال والحمد لله. يا سلام، سبحانك يا رب. صدقي بالله، لا اله الا الله، انت لو ما كنتيش جيتي دلوقتي انا كنت جاي لك. ليه؟ خير؟ خير خير طبعا. انا اصلا اشتريت مكان طبع ونسخ الفيديو. صحيح يا بدر، الف 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 مبروك. الله يبارك فيكي. والمكان هيوصل بعد يوم ولا اتنين، وعشان كده انا كنت عاوز اكلمك في موضوع المخزن اللي كنت كلمتك فيها قبل كده. قوي قوي يا بدر، ده حاجه بسيطه جدا. ايوه، بس الاستاذ زغلول. استاذ زغلول ماله؟ ما هو خلاص ما قالوش دعوه بالحاجات دي. ايه؟ طب واللجنه؟ اللجنه كمان خلاص سيبها عليا انا. مش موضوع المكان ده انا شريكه فيه برضو؟ طبعا، ما احنا متفقين من الاول كل حاجه النص بالنص. 50 50. الحمد لله انها ايدي الشمال. ايوه، كنت سرحان وانت بتشتغل. ابدا لا سرحان ولا عادي. امال الباشمهندس عصام فين؟ الباشمهندس عصام جه الصبح شافني جاي مش وحش مش وحش، جاي شافني ومشي. مشي راح فين؟ راح البندر. راح البندر يعمل ايه؟ انا ما اعرفش، هو قال لي كده. غريبه، ده ما قاليش حاجه زي كده ابدا. زي ما قلت لك يا سولة، دوري سميرة وما تخافيش، طبعا عمولتك ماشية. او ثانك يو دير. صباحك يا سميرة. اهلا اهلا، جميل بيك. صباحك يا سولة. صباح الفل حبيبتي جميل. نعم دارلينج. ممكن انا يطلب منك طلب؟ اموري يا حياتي. ممكن اللجنة يجتمعها دلوقتي؟ دلوقتي؟ ايوه، في يعني في حاجات مهمه انا عاوزك ياردها عليهم. بس الساعه لسه 10 الصبح. صوت دارلينج، يعني ايه هي الساعه 10 الصبح؟ اصل في حاجات مستعجل قوي لازم هم ياردها عليهم النهارده. ودي شويه هدايا بسيطه عشان اللجنه. يلا يا جدع انت. نعم. نزل الحاجة، مش هتاخد لك بريزة. ودي يا زكي. انت هلا. ايه في ايه؟ قال ايه يا قاضي انت مش عارفني؟ ايه دي؟ ايه الحلاوة دي؟ يا عيني يا عيني. مش اياك، هات التانية يا جدع، مد شوية اعمل لك منه. وبعدين زغلول ما جاش. اصلها مش هنا. مش هنا؟ امال فين؟ جميل سالت عليها في مدرسه، قالوا انها راحت مصر مع نوال ومسعود. راح مصر مع نوال ومسعود؟ ايوه. غريبه، ما حدش قال لي ابدا، ده عمره ما عملها من ساعه ما جينا هنا. ايوه. عملت ايه يا حبيبي؟ كله تمام الحمد لله. اتفضلي يا ستي، ادي الموافقات. الموافقه الاولى على منح الجنينه بتاعت الحضانه العامه بدر يعمل عليها مخزن مقابل ايراد شهري 200 جنيه. شكرا. تحويل نشاط شركه الفواكه المتحده من انتاج العصير
بالمدينة إلى مكتب نقد. الثالث استثناء 45 محل من قرار الإغلاق الساعة 8 مساء. استنى في محلات تانية مفيش استثناء؟ ستة. ستة، أوكي. حاجة تانية؟ لا يا فندم مفيش. إحنا في كده. أنتِ تؤمر. الحقيقة النهاردة اللجنة كانت متعاونة إلى أقصى حد ممكن، بالإضافة إلى إحنا كلنا كنا مبسوطين من زيادة إيراد المدينة من المحلات اللي خدت استثناء، ومن شركة العصائر، ومن إيجار عمل. البركة في حضرتك يا جميل بيه. شفتي سميرة؟ دي جميل حبيبي ماي دارلي. هل فندم والعمولة بتاعت الأوراق دي هتبقى كام إن شاء الله؟ في حدود يعني ما شاء الله ما شاء الله. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. أنا مش عارف أقول لك إيه. ما تقولش حاجة يا بدر، ادفع. ايه انت يعني عايزة فلوسك دلوقتي ولا شغلهم لك؟ ارباحك هتتضاعف. يعني اصل موضوع شرايط التعليم دي ما بيجيبش فلوس كتير. طب ما انا هجيب لك اللي بيجيب فلوس كتير. ازاي؟ شوف يا ستي، انا بحثت ودورت لقيت المدينة فيها 50 من الناس عندهم اجهزة فيديو، يعني لو اجرنا وبعنا شرايط. ايه افلام عربي؟ عربي وانجليزي وكاراتيه ومن كله. الشريط من دول 38 جنيه، يوم ما ناجره ب 2 جنيه شوف بقى المكسب يبقى كام. ياه ده احنا هنكسب كتير كتير قوي. قولك ايه بقى لو كانوا 1000 شريط، امال انا عايز المخزن ليه؟ قولك ايه، عاوزه فلوسك ولا شغلهم ليك؟ عاوزهم ازاي؟ ده انا ابقى عبيطه لو خدتهم. شغلهم. شغلوا. شو كده؟ يا سلام. شفت يا واد يا زكي؟ ولا شفت العيال دي بيتعاركوا ازاي؟ اتفضل يا ابني. جد الحمد لله على السلامة. كنت بتعملوا ايه في مصر؟ قول لها يا زغلول. وانت عرفتي؟ ما هو ال كلها يا زغلول. ما تقول يا زغلول ولا هو سر حربي. ما تقول يا سنوال. يا ماما، اصل جده كان تعبان قوي فاحنا قلنا ان احنا نوديه للدكتور. اصل الدكتور كان شاطر قوي فكشف عليه، بقى جده بقى عالي العال اهو. الف سلامه يا حلاوه. ودكتور ايه بقى اللي خلاه بقى مقايف كده ونفش ريشه؟ قول لها يا زغلول. هقول لها ايه بس يا بابا؟ هو ايه اللي قول لها يا زغلول؟ قول لها يا زغلول. والدكتور ده بقى كتب له ايه؟ الف دواء. دواء يا ماما، دواء طبعا. والدكتور ده بقى بينزلوا له الفجر كده ويتسحبوا ويروحوا له من غير ما يقولوا لحد؟ لا يا ماما، اصل لما جده كان تعبان احنا بقى حضرتك كنت نايمه فاحنا ما رضيناش نلاقيك ونصحيكي، فنزلنا احنا على طول من بره بره. حنينه. سلامتك يا سلامتك يا حبيبي، سلامتك. حنينه قوي انت وابوكي. كنت قولولي اعمل واجب مع الراجل اجي معاكوا عشان اطمن على صحته. لا ملوش لزوم، والدكتور حذرني من السمين ومن بعض الوشوش ما اشوفهاش، وما اشوفهاش 3 مرات في اليوم، لا الصبح ولا الظهر ولا بالليل، ويستحسن طول عمري. كنت فين يا نونا؟ عند الدكتور. طب ماما وصدقتك، لكن انا بقى بعرفك من وشك على طول. انت عمرك قلتي لي على سر وانا رحت قلت له؟ يعني ولا ماما ولا ماما. كنا في شهر العقاري. في شهر العقاري؟ بتعملوا ايه في شهر العقاري؟ بابا تنزل عن الارض لجده. بابا الارض؟ بابا يتنازل عن الارض لجده؟ ايوه. وفيها ايه؟ مش ارضه؟ لا بس يعني اصل الموضوع جه مفاجاه بالنسبه لي. اصل بابا لما لقى ان جده تعبان وعيان وحاسس اننا اهملناه لما خدنا الارض، بابا قرر انه يتنازل له عنها. تعرفي يا هبه، انا النهارده اول ما شفت جده حسيت انه زي ما يكون رجع لورا 20 سنه، زي الاطفال الصغيره. فجاه استعاد سعادته وضحكته. تعرفي اول كلمه قالها ايه واحنا خارجين من شارع العقاري؟ قال ايه؟ قال النهارده بس حسيت
زي ما يكون رجعت ليا قيمة من تاني. يا حبيبي يا جد، عصام انت ليه ما قلتليش بنت مين دي؟ انا اسمي بس وانا اسمي عادة. ماما عايدة يا حبيبتي قوليها تاني، قولي ماما تاني. ماما عايدة. يلا يا بسمة، يلا بقى عشان تغير هدومك. شنطة هدومك اهي. فين قطي؟ قطك اهي، خدي. انا مش فاهم حاجه. جبتلك بنت علشان تملي علينا حياتنا؟ هي هتقعد معانا على طول؟ هتقعد معانا على طول من هنا ورايح. انتي ماما عايده وانا بابا عصام. انا؟ طب وهي بنت مين؟ هي بنت واحد عزيز عليا قوي الله يرحمه، مات في حادثه هو ومامتها، وبعدين عاشت فتره عند جدتها، لكن هي كمان الله يرحمها دلوقتي. حبيبتي طب ليه ما قلتليش يا عصام؟ الحقيقة عايدة كنت خايف لو ترفضي. أرفض؟ أرفض إني أكون أمي يا عصام؟ هقولها؟ أنت متصورش أنا ممكن أكون سعيدة بيها قد إيه؟ أنا حاسة اني هكون زي امها، ربنا بعتلي في الوقت المناسب. انا حاسة زي ما اكون بحلم، مش مصدقة نفسي. معقولة يا عصام؟ معقولة؟ خايفة يا عصام، خايفة، خايفة ارجع تاني زي ما كنت لو راحت مني تاني. خايفة يا عصام. بتعيطي ليه يا ماما؟ لا يا حبيبتي انا مش بعيط، ده انا فرحانه وبعيط من فرحتي. متع ياض يا زكي، ايه رايك؟ عجبوك الهنود؟ لا الكوارتية احسن. كوارتية احسن؟ سمارة ايه يا سمار؟ ايه اللي انت عاملاه في نفسك دي؟ ايه حلو مش كده؟ حلو ايه؟ ما انت طول عمرك حلو، وانت لابسك الجلابيه السودا حلوه، وانت مغطيه وشك برضه كنت حلو، حتى لما بتحط عليه تراب ولا طين بتبقى حلوه برضه. جرايه يا واد انت، انت عملت بحلى كده ليه؟ خلي عندك سيبني، خلي عندك سيبني، حرام عليك سيبنا مبهر. مبهر من ايه؟ اطلع يا علي، اطلع يا علي، اطلع اهو، اطلع بره كالخابط في دماغك. حتى زكي ينبهر. مساء الخير. اما كان حته يوم النهارده ما استريحتش لحظه واحده من الصبح. ما اتاخرتش عليك مش كده؟ انا جيت بسرعه عشان الحقك قبل ما تتعشى لوحدك، جايبه لك معايا كباب. شكرا يا هانم، اكلت جبنه وزيتون. شريف انت زعلان؟ زعلان؟ يا سلام،
هو في سبب واحد يخليني ازعل؟ ليه هزعل ليه يا هانم؟ هدومي مش مغسوله؟ مش مهم انزل بيها كده، ما هدوم انا هي هدوم حد غريب، واذا كان مش عاجبني اغسلها بنفسي. غدا مفيش، عشا مفيش، شهرين ما بشمش ريحه الطبيخ. طب ومال ايه اللي يزعل في كده؟ انزل اتغدى تحت، اتعشى تحت، واذا كان ولا بد اتغدى في البيت او في الجبنه والزيتون. مش مهم ايه اللي هيزعلني كده، ارجع الاقي البيت فاضي. مش مهم اقعد استنى الست الهانم، الله ترجع الساعه 10 الساعه 1 بالليل، ايه اللي يزعل في كده؟ واللي يزعل يفلق، مش كده يا هانم ولا ايه؟ ده برضو استقبال تستقبلني بيه بعد ما غبت عنك طول النهار؟ لا طبعا، انا المفروض اضرب لك النفير عشان ست الهانم وصلت، ولا علق طبله في رقبتي وامشي اقول للناس يا ناس مراتي رجعت تعالوا هنوني. مش كده؟ لا ده انت باين عليك عاوز تتخانق. اتخانق؟ اتخانق ليه؟ يا ريت الخناق بيجيب فايده، هو انت بيحوق فيك خناق؟ انا مانيش عايز حاجه شخصيا، كل اللي انا عايزه ان انا يبقى ليا بيت صغير اعيش في هدوء انا ومراتي. مش ده كان حلمك؟ مش ده اللي كنت عايزاه؟ والولاد فين الولاد دول؟ ده انت عمرك ما هتفكر تخلفي عيل واحد، طبعا مش ممكن. ليه يعطلك عن الشغل والمكسب والفلوس؟ مش كده يا ست هانم ولا ايه؟ انا فهمت دلوقتي، انت بتغير مني، بتحقد عليا، بتغير من نجاحي. انا غير مني ابدا، ده انا بدعي ربنا ان ربنا يفك ازمتك ويخلصك من الدوامه اللي انت عايشه فيها لحسن تزيد اكتر واكتر، ساعتها بقى مش هينفعك اي حاجه. يلا يا بوسبس، يلا يا حبيبتي عشان تتعشى شويه بس يا ماما، اتفرج على ميكي ماما. كل يا حبيبه ماما لحد ما تخلصي فرجه. يا خساره. ولا يهمك يا حبيبتي، هجيب لك تلفزيون مخصوص تتفرجي فيه على ميكي ماوس. صحيح يا بابا؟ طبعا. وانا هجيب لك لعب كتير كتير قوي يا بوسبس. انا فرحان فرحان قوي. نتعشى بقى. قولي لي يا بوسبس، انت روحتي المدرسه؟ لا يا ماما لسه. ولا تعرفي تكتبي اسمك؟ لا، من بكره هجيب لك سبوره تعلمي عليها الف ب. ايه ده؟ ماما انا خايفه. ما تخافيش يا بوسبس، انا جنبك يا حبيبتي. انا ما بحبش الضلمة، ما بحبهاش. ما تخافيش يا حبيبه ماما. محمود، انت مش قلت ان المحلات كلها التزمت بالقفل الساعه 8؟ ايوه، بس انا مستغرب ايه اللي قطع النور دلوقتي. ده هيعمل لنا مشكله كبيره قوي. مشكله؟ مشكله ايه؟ المصنع، انت نسيت انه هيشتغل بالكهرباء وانه حسب خطتنا لازم يشتغل 24 ساعه. فعلا دي مشكله وهيعطلنا فعلا. لا انا من بكره لازم اروح للمهندس المسؤول عن المحطه واساله ايه سبب قطع النور ده. محمود. ايه يا هدى، في ايه؟ ماما يا محمود، ماما بتتعب من القعده لوحدها في الضلمه. ايوه هدى، لكن محمود علشان خاطري. حاضر يا حبيبتي، اخش اغير هدومي وننزل نروح لها. وانا هاجي معاك. يلا. هو ايه اللي قطع النور تاني يا عصام؟ مش عارف، الظاهر مقطوع في المدينة كلها. غريبة قوي. ايه، يمكن تكون خرجت؟ هتخرج تروح فين بس دلوقتي؟ بعدين بقى، انا كان معايا مفتاح يا رب الاقيه. شايفاه؟ منور لي كده. اه اهو. يلا بسرعه. حالا ماما ماما ماما. مين؟ انا زرور. اهلا يا استاذ زرور، اهلا وسهلا. اتفضل. مساء الخير يا جميل. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا وسهلا. مساء الخير يا سلهان.
وديني يا مستر زغلول. يا اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ زغلول؟ يا سلام، جو شاعري جميل في الضلمه دي. تصور ان الضلمه دي ده تصور ان انا بقالي كام سنه ما قعدتش مع سوله مراتي حبيبتي الجلسه الحلوه الجميله الشاعريه دي. ما انا جاي لك يا جميل بيه بخصوص انقطاع النور ده. انا سمعت انه ادوا استثناءات لبعض المحلات التجاريه انها تفتح بعد الساعه 8. مظبوط، ومنهم دلاتي، واكيد طبعا انت مبسوط. لا طبعا انا مش مبسوط. مين اللي ادى الاستثناءات دي؟ اللجنه طبعا. اللجنه ازاي تدي استثناءات زي كده بحكم اختصاصها؟ ايوه، بس ازاي اللجنه تجتمع وتقرر وانا مش موجود؟ قال ايه يا استاذ زغلول، انت مش عارف ان اللجنه دي قرارها بتاخد قراراتها بالاغلبيه، وان لو اجتمع منهم سته ووافقوا قرارهم ساري. ايوه بس ازاي، على اي اساس ادوا الاستثناء ده؟ المصلحه العامه طبعا. المصلحه العامه؟ مش فاهم. اولا قرار الاستثناء ده وفر لنا 2500 جنيه شهريا رسوم اشتراك المحلات دي، شيء عظيم طبعا. الله، 2500 جنيه؟ طب والضلمه اللي احنا فيها دي؟ ما دي مهمتك بقى يا استاذ زغلول، مهمتك انك توعي الناس انهم يقللوا من استهلاك الكهرباء. يعني بلاش تلفزيون، بلاش ثلاجه، كفايه لمبه واحده في الشقه كلها. يا سلام يا سلام، جو جميل، جو شاعري، شيء خرافي. منور يا استاذ زغلول. عندها هبوط في الدوره الدمويه، وده يمكن لانها خافت من الضلمه. ما تقولش تسيبوها في الضلمه لوحدها. تعال اسمك. يا غلبي، ما خلاص بقى يا هنادي، انت حتى انك زعلان مني كده. انا خايفه عليك مره من المرات كده وانت بتزعق لي تقلك عرق. يطق اياك يطق، خلينا استريح. تستريح مني خص عليك؟ هو انا يعني كنت عملت حاجه؟ كل قد وما عملتش حاجه بقى. انا جايب لك التلفزيون اللي بالالوان والفيديو ابو تاتش اللي ب 200 كنترول عشان تقعدي معايا ونتفرج ونسامر، تقوم تجيلي من بره وانت عامله زي ال ايه؟ زي ايه يا هنادي؟ وبعدين انا ما عملتش حاجه اكتر من اللي عملته دلال. دلال تعمل ليه؟ عايزاها هي حره في نفسها. انت ما انتيش زيها. ليه ما انتيش زيها دي بقى؟ ليه يعني؟ هي دلال دي ست واني مش ست ولا ايه؟ وبعدين يعني ده بدل ما تستقبلني حلو وتفرح بي تقوم تسد نفسي كده؟ اني عارفه ان انا حظي وحش. طب خلاص. اه يا سماره يا اللي ملكش حظ. يا باي خلاص بقى. يا اللي ملكش حد تشتكي له يا سماره. خلاص يا سماره ما تعيطيش. حظي وحش حتى مع جوزي حبيبي. ما تعيطيش. ما تعيطيش، ما تزعليش مني، حقك عليا. يعني خلاص مش هتزعل مني تاني؟ ابدا مش هزعلك خالص. عارفه يا سماره؟ ايه يا ولد؟ انت اول ما دخلت عليا من الباب باللبس ده افتكرتك مين؟ مين يا هنادي؟ ارمى لدوس. وايه الاسباب اللي تخليها توافق؟ لتوفير السيوله النقديه للمدينه. يا سلام، والمصلحه العامه والمصنع اللي احنا بنيناه بدم قلبنا هيشتغل ازاي اذا كانت كل الكهرباء استهلكتها القهاوي والشركات والمحلات التجاريه؟ مش عارف اقول لك ايه يا ابني. انا نفسي كنت متضايق امبارح بالليل لدرجه ان انا نزلت في الضلمه ورحت الجميل بيه. وبعدين للاسف قال لي ده قرار اللجنه، اكتر المحلات واصحابها بعتوا يطلبوا استثنائهم من المواعيد وتوافق على القرار ده. ده كلام فارغ، الكلام ده مش ممكن يحصل ابدا. انا مش ممكن اسكت على كده. هتعمل ايه بس يا ابني؟ هروح لجميل بيه، هروح لاي حد. ايوه هروح لاي حد. المصنع ده لازم يشتغل، يعني لازم يشتغل. انا هروح اقابل عصام وشريف وهنتصرف حالا. شريف شريف يلا بينا. شريف ايه؟ يلا هنروح اللجنه. تصدق ادوا استثناءات للمحلات التجاريه عشان يفتحوا لغايه نص الليل، وده اللي خلى النور يتقطع في المدينه امبارح. لا انا ما مش هرايح معاكم، انا مش عايز حاجه. يا جدع انت بطل كسل بقى. ايه مالك يا شريف؟ انا مش عايز اشوف حد بقى خلاص. مالك يا شريف؟ في ايه؟ انا مش مالي، انا مفيش مال. بس روحوا انت، مش عايز اشوف حد انا. يلا روحوا بقى، يلا بره بره انتوا كمان، روحوا هناك يلا بره انت وهو.